فرحة مرض قلبي وانا خايف الدنيا تعيد قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلح من الدنيا املي ولا بغير انت حناشة تاني اول مرة اول فرحة يا عم افرق بناحية لا انت مش قلت لك اقف في اليمك دي ايه اللي جابك في اليمك اللي هنا ها انت غوت ثلاثه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في اليمك الثانيه حاضر بدل انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي اليمك الثانيه على طول صح قول له ليه صح. يعني بحلق كده اهو انا عارف فين دلوقتي هترمي هنا لا بص شفت بقى انت غبي يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك مش كفايه دول يا لمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباع ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بتضلك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبولها برضك هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت تفكر في حاجه تانية افلح وملد الدنيا انا ليه الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا ايوه يا لمبي ابوك بيموت معلش يا ابني يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليث بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يتفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو؟ ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقرله على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجاله يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بقايم صح يا معلم وسع ابويا بيموت يا لمبي عارف ابويا ابوك بيموت يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا ابوك بيموت يا لمبي انا عارف بيموت يا لمبي لا لا كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده انبوبة 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 طب خلاص اثبت بس انا عجب قاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيه. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى؟ لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي؟ لا وقت رأس يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدينك بتموت ولا حاجه. كل دي كلها طلعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه. لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. فاضل ادي ودنا يقول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعال يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ اسكت يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ اشبك انت بتقفل ولا الشارع ولا ايه؟ يا بقى انت كده؟ طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين؟ يا لمبي احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه يطلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهموكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبي انا مش عايز اذيك. لا فرجنا هتزين ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش لسه اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها
اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطي هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هتبوسه بسرعه كده يا ود. احنا في الحته يا بنت هتبوسه يا بنت. ده خلاصي مجنون ومبوط في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى. ده ديانا بيجري ورانا يا بنت. يلا اجري بسرعه يا بنت يا بسبوسه. يلا بس بص خرابي. طيب خلاص مش عارفه ند شويه يا بنت. مش عارفه يا نفسي. خلاص بقى انا فرحت. انا مش عارفه هو احنا مدجيله ايه. ايه يا بنت اللي بنجري ليه؟ هنكون بنعمل لايت لايت. ابويا مات يا بس بص. عمك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه. عمي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص ايوه خلاص خلاص. ايه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت خارج لا تاكل عتبه. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش عشان ابقى مشبوخ في نفسي كده؟ يا عسله نيله. هو احنا في حاجه بننساها كل مره. انت يانا يا لمبي. انت يانا؟ تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعال يا بص بص تعال. شكلنا هربنا منهم. مفيش حد؟ نعم مفيش حد. اكيد. ايوه بنت ما تقلقيش ما تقلقيش ان شاء الله. بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه. ان شاء الله. اهو ولادي. يا لهوي هم بيلعبوا كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا. يا بنت خدي. خايفه. خايفه من ايه؟ ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه. ها؟ يقول لي فين اتجاه الكنز؟ ماشي؟ انا اروح اعرف ايه؟ هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هعديك بالدماغ. خلاص خش خش. ايه يا بسبوسه؟ خش خايفه. خش خش. ايه ده؟ يا بنت استنى يعني هعرقد بوافره. استنى شويه. اهو بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه في حاجه بتشيل الخلي. خايفه يفرقع. يا بنت فرقع ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه يا بنت في حاجه جوه بتشيخ لي. ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه ده؟ حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ اقرا انت. انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. هو عشان انا بوريك الثقافه. طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف. ايه دي؟ اه ايه دي برضه؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه طريف دي؟ هتعرف مكان طريق. طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك. لا في لا كنز ولا كنز. لا في كنز ولا كنز؟ اه. والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي. يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح. وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمه حنوت. اه اوعي. حنوت. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ اه. خلاص هو يجيب لنا اتنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لفحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا.
ومالك يا بنت اللي كده يا عم بعينك مفجئه؟ عشان رجاله. رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انت عسل يا نيله. البنت اللي عايزه ارقش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. هيكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توكيد غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان زادت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. انت صوتك. طب جيبي بصه في الحاجب ولا في الارض. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي. لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس يا بنت. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ايوه كمان واحده يلا. واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. ايوه زغرتي بقى. بنطفك يا بنت المصحف. احنا رايحين نتفن ابوك. انا نقول حي يبقى من ميت يعني ايه اللي حصل؟ احنا هنرمي في الحفره ونيجي. عم الله يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيض يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليله الزرقاء. انا مش عارف الحقيقه هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. صوتي ايه؟ انت عارفه ده بسبوسه؟ انت عارفه لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن؟ فلو انا لو انت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي امشي عدل بقى امشي عدل بقى امشي عدل بقى. ده انت رخم قوي انت واللي جايبينك. يا ريت ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعالى. تعالى من هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع. عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين. يا رب لو ما عرفش الكنز. ايه يا ست الكل؟ مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا؟ ما تصبر يا اخويا. انت وهو مستربعين على ايه؟ الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. بس ده طول قوي. كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا. يا رب تتعذب لو ما طلع الكنز مكانه مش يا لم. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني. عايزك تراضي رجاله. بس كده؟ عينيا شكلين رجاله قوي. قال شكلين قوي شكلين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لمبي؟ اديهم فلوسهم. الله فلوسهم. انا مش فاهم اثنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس؟ يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا مانعكم بحاجه ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اجر دفن ابوك. طب يا جماعه انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. هديهم نيله فلوسهم خلاص. الله حاضر. معاك فكت معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. هات ال 10 جنيه. وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5 جنيه. 5 جنيه بقى انت دافع 10 وهو 10 ماشي؟ استنى نحط ايدينا. ده احنا ما لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ بس لما ماشي يا عم. انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده. مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. يا الفل. ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه. كملوا بقيه حساب انتوا. يلا الف سلامه. ميتين من الاخرج هنا هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده. اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعوده عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا بسبوسه.
مش كلها ان انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوتلي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوتلي للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بكلم نفسي بقى انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضله كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت بين نفسك واحسن بدار ايدك اتصل لك في سنانك. راشي سخن ودمه فاير. لما الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيب البوصه بقى. بس يا لمبي في ما يجيب. يا بنت تجيب البوصه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. عارف. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك انت. ايه يا لمبي بالراحه. ما تخبي ما تنزل بقى هنزلي. هتنزل. ايوه يا بنت نازله. طبعا انت واخده على الحكايه دي ابوك السفير الاموات. يا بنت بالراحه انت محسنين داخله بيتكم بسرعه شويه يا لم. الله صدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. صدق فعلا شرحه. اخدها لك سكن جديد يا بنت ده مدفن. مدايم اللواجه. ايه انت جاي تتفني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه ده انا اتبحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه احنا بنجري من ايه؟ يه ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. ايه طب بص عشان خاطر ان يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيال وفي خلفه فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يه يلا خش يا لمبي اللي خايف ومش خايف. نصيبة دي يلا تعالى. دي ايه اللي انت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اهو ابويا رافع رجلينا ناحيه الكنز. كنز؟ هنا بالحته دي. بس احنا هنهكت يا قصب ازاي؟ جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش في امال وبدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي. تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش. خش فين؟ اه هو ضلمه ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ يا بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو واضح ان احنا حظنا تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا بس بوسه. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. ما هو بسم الله ايه ده؟ بص هو ده انا عم اغنيك المصحف ده انا مش هستغنى عنك طول حياتي. دخل في القار بتاع قشطه. دخل يا بنت في القار بتاع الحقني يا لمبي. يا حبيبتي بس يا لمبي. الحقني يا لمبي. هذا ايه ده؟ ده هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء؟ يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا
والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سنسر، افتح يا سنسر، افتح يا سنسر، سنسر ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا اكيد. فجر الاسلام، فجر الاسلام بتصوروا فجر الاسلام. النبي عم النجم عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقول لك انا عايز اتصور معاك، بقول لك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج، أنت اندمجت في الدرعة وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين، أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ النهار اسود ده كان معاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين؟ فين؟ فين الكاميرا؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج! خلي بالك اللي حصل ده. بص اوعى 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 يعني اوعى تقف في الارض يا اوعى اركع يا ابني. وانت على جبالك كده وروح مزوعك وروح مع قطعك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يلا خلاص، لقد عفيت عينك. عفيت عيني؟ لقد عفنيت عينك. عينك أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى؟ فين؟ خذ يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين الليرش ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامه عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ أنا لا أفهم شيئا، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. فعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه والجمل ده كان سيسي؟ سيسي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت، عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحكتني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير.
وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه ده نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا أعمل حاجة معايا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم أي حاجة. أبو غلات ست أمي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزادن اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. السلام عليكم. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على إيش؟ إنها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر إيه؟ يعني بواريك وقصص وكده ولا إيه؟ لعمة ما بتردش عليها ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفون على ايه ده؟ عمال يا هفلت باي كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟
أشعر لنا. أشعر ده نشعر وبدل أفضل أشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. أنت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللمبي. مرة أخرى؟ اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقت لنا. سمعونا سقفة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هونيك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لا قد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه، البسه عندما اكتب الشعر ولا ايه؟ اذا يا قوم يا قوم، انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر، معذره الاسم مره اخرى، فان اللمبي، ولو نسيته انا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار، ده انا ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافة. وما هي الصرافة؟ هو الشنش، الشنش شنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحة 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 مرحة. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العليلي ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم؟ ستوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيالهم؟ ولكنك اذا لعبتني ها انا همرمم بك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج ايه ده؟ ده احمد مرعي ده ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه يا عم. بارزك حتى كمان بالسلاح ليك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟
خذ هذا. هذا ماشي. قضيت على نفسك أيها المسكين. أبو قولوا لي الخيمة بتاعت المخرج فين؟ يلا هو يلا. لهجتك غريبة ولكني صعقت لك. وعملوا خدعة. شوف بص بقى، شفت بس العقاد الميزة بيبقى انتاج مكلف. شركة فرنسوية هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل. مع السلامة. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام وتزهد الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عودي إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، الجميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم. أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد راجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان. ده اسمه مانيكان. عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك. ده مانيكان. ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه فاخره. بدور على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها ب10 دنانير فقط. يا عم 10 درهمين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على سوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب.
هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار كثيره. ريحك من هذا طلعت حرب؟ إيه يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من مصعب انت؟ برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا، أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلوه حلوه، ماشي انني كوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية، ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي، أيوة. من أين تلك الملابس؟ ها ما دي الشنسات اللي انا بقولك عليها، ده من عند مول تلعب حرب. انه جيد جدا. عبدالله. وتلك القلادة من تلعب حرب ايضا، دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خد من عنده بقى ايه، ايه لسلاسل واحلى هدايا. سعيد قطعه له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر. أنت اديني بهذا. بالراحة يا عم علي. ما هو عبدي عبدي. ما تندمكش أبو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. إنه أسود وأنا أبيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متوضعين مع الناس ومع كومبيرس بالذات، هتظبط لي الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد، تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف، ما اقترب يا سيد، اقترب. صناعه الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني، بس وشك حلو قوي يا ابو المصحف، انت داير والله ربنا هيكرمك. والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك او المصحف. خلي بالك انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تخافش كروز كده. انا بقيت منهم رب. نفسي القط الكاميرا. فين المخرج بقى؟ المخرج فين اللي مخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمه الرحمه الرحمه. السيف المطار، السيف المسنون، والسيف المسموم. ده الساحر يا رجال. يا رجال مع السلام عليكم. امتى صباحا يا فتى؟ معلش انا عارف ان انت بتصور، بس هقطع الوهله اللي هي بتجيلك دي. عايز اسال، فين مهروس؟ مهروس اين مهروس؟ تقصد هريس ابن ابي المهروس؟ ايوه. اين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال انه ذاهب لسوق الجواري. واين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ ايوه. تقصد سوق الجواري؟ ايوه. اين نقع بقى؟ تريدني ان ادلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم، ده بص ما فيش اكتر من الدرينين. احسن تقول ان احنا ده انا اللمبه ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت لو طردنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه. خد امسك اهو. واثنين ده واثنين نصين درهم. ايوه درهم. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري. ايوه. خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن أدعك تمر من أمامي قبل أن تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده أنت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين أين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى، اللهم انهارش بقى. بماذا بكم ما هذا؟ إنه سيف مسموم. أيوه. وما هذا؟ إنه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويلة حربة. أيوة. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندك شيء كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعت التشفية كده، أو حتى حتى قرن كده، أنا بعز القرن قوي. لكنتك غريبة يا فتى. بكم هذه السنجة؟ إنه سيف. أيوة بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما بكل حته بيبقى بسبعه درانير.
انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى، كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها سفوريا، وحاجات الغاز كده بيدوها كده، لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل الزبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللاتي والعزة يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ أمين. هو لك مزاش يا عم الحاج، ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيحن، أنا اللمبي صيحن، ده كده 2-5 كده يبقى 7 تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ يا ابن الجنيه، ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر، بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه، السيوف، السيف والبطار. السيف والبطار. فين الكاميرات يا ابا؟ الكاميرات فين؟ امشي في الحته دي ولا انا اخد انا زاويه؟ اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسال عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت، ايه ده انت، بص ده انت عايشه شخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال. هيا بنا ساروي لك حكايه في الداخل. في الداخل. تعال تعال. انت ليه حافظه الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. تفرق بس الحكايات هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده، المهندس الديكور، مهندس الديكور فظيع. ما رايك هذه خيمتي؟ ايوه يا زمن الفن الجميل، هذه ليلتي ام كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلو لي. هو ده سلام. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن. لا تقلق، بمبلغ زهيد. زاد فن. إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش قريش، فهي ليه مكررة في السيناريو كتير يعني؟ يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لو النبي قريش؟ المفتاح يبقى المفتاح والباب اللي يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده، ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي
قريش. يا نهار اسود، يا نهار اسود. وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم عرض لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالورولو. وده شعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك. اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الاصباح الا بامثلي. بخن بخن. شاعر جميل. بخن بخن. جميل. هنا. ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعتق. هنا. لا شيء. هنا. لا شيء. خذ. هنا. لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ودك. يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي. نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. بخن بخن. هنا. لا شيء. ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك. لا شيء. بالنبيذ المعتق. هنا. لا شيء. هنا. لا شيء. خذ. هنا. لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ودك. يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي. نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حماري اللي هو بالخارج؟ وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش. انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا، وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه، امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ والناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. 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 يبقى دي ايه؟ مولك؟ ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. مولك. ودي؟ كتابة. 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 ايوه، وانا هبقى حاطين فوق واغنيها، وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ مولك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر، عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب انا ايضا. عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة.
بس ملك وكدابة، هو حتى الحمار بتاعه برا عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة، وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب، ماشي؟ هو الملك، ماشي؟ اهو ده هو الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزة؟ ملك؟ يا وحي يا وحي، انها كتابة كتابة لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. ماذا تفعل يا رجل؟ انه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. هاتني سيفي، هات السيف. ايوه الحمار. هيا هيا. ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنه. هيا 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 هيا. الحمار الكافر من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده. قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هدي يلا. ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول. يلا ايوه. السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. إليكم طرة مزاد اليوم، جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة، من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة إذن 500 دينار. 500 دينار. حقا يا سيدي 500 دينار. 15. ايوه دي ست بان عليها بان عليها بنتناس ومياهات فيه بان عليها بنتناس ومش رشه ولا اي حاجه. انها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للالهه أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق أنك راجل واطي قوي. في حد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عرفنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أبونا إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى. خلاص أنا مش أنا بصي أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي. خلاص ماشي. أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة. فأنت إيه؟ عطلانة. فأنت إيه؟ حرة. انت حرة. شكرا لك، لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا لمبي. يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيلة انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ ايه صخ دي؟ الصك. هذا الرجل من بني الحارس، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وانت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. لا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج أوعى.
اوعى ده انا غزلكم هبل بتاعكم ده، ده انا الليمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا اله الا الله، الله اكبر يا كفار عليك يا شباب، لا اله الا الله، الله اكبر. إن الليمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان، يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. بخن 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 بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلاً أنا من الألعى. ألعى؟ ما هي الألعى؟ لا أدري. سمعت أن الليمبي من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه، أخشى نادر الحرب. فلترحمنا الآلهة. بالراحة عليها يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا أنت قوي قوي والله، بتعملي كده يا عم. أنت بتضحك كمان؟ أبكي أبكي. تبكي تبكي؟ ده أنت هتخش النار راكب ريس، وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر يا عم؟ اقعد بقى التذاكر، اقعد في البلكون. اخترتك يا لمبي، انت خدت اسير، انت خدت اسير يا لمبي، خدوك اسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت يا العبد الحقير. طوال الطريق هو أنت تثرثر في لغو فارغ. أنا اللي مسرسر برضو؟ ده أنتم العشيرة كلها مسرسرة. أصل دي يا زميل مش أخلاق كفار، يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا، خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجة وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل إيه إحنا بقى؟ شش، اصمت أيها الأبله. أنت الآن عبد عبيده، من حقه أن يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسلك مين ويحرق مين؟ هو إيه؟ هو دي هيصة ولا إيه؟ طب بس كده هو بس يفكني؟ قسماً عظماً أروح ظرفه دماغ في نص تفاحة آدم، أنزل من ودنه دي تفاحه ناحية تانية فيكها. أنت أيها العبد فك قيودهم. أنا مش قصدي، انا كنت بكلم عليه هو على فكره، يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكه؟ عارفه؟ ولا ابراهيم من المجنه؟ تعرفهم؟ مش عارفهم انت؟ شفتك قاعد معاهم انا. البرابريتس ده مش غريب عليا، يا هذا الحبشه. انت شكلك من الحبشه، جيش الملك نعنان. أما الآن فلتذهب الجارية إلى الحريم. أمرك يا مولاي. يا أمك قلت لي طب كده يا عم هريسة. صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيه صاحبتك السلامة؟ هو بصدي كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوة. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ وهنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمتن خذوهم. ايوه بالراحة يا عم، بالراحة. ايوه اما لو مش شبه الكلب هتعمل ايه؟ انت ايها العبد الحقير تعال.
إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيته حماري هدية لنتجنب شر سحري. إنما أنت ما قلتليش يا عمو ما قلتليش أنت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجية دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبيو يا ولدي، أيوة، نحن العبيد لا نملك حرية الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل أينما يريد صاحبه. الجمل؟ يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. لا ايه يا عم، في ايه؟ انت تفكرني عمال، لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه، ما هذا هو الدليل، ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريس الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض، لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص انظر لتلك الذبيبة، انظر لتلك الذبيبة. الذبابة الحمراء. الذبابة الحمراء، تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة، وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا عفيت جد 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 جدك. سأصدقك القول. أيوة، لقد أخبرني أحد قارئ الطالع، أيوة، بأنني سألتقي بشخص من العائلة، ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز؟ ايوه الكنز. يا ايوه، ارجع كده بالذاكره، كده ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان، ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة، بالطبع الكنز موجود. أيوة، ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش، انت بتلاقي ايه؟ ده انت بتعبد صخرة؟ ما تعبد أي حاجة تالف المقطع غير دي؟ ماذا؟ فين الكنز؟ في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أخالف وصية أبي، انتظرني حتى أحتضر. يعني أنت تحضر يعني؟ أنا عايز أعرف أنت يعني إيه تحضر عشان أنا أعرف منك مكان الكنز؟ أدب إيدك أجيب زورك من جوه ولا غوزك؟ يا عم الكنز فين؟ أبص إيدك عذبت. مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا تا دي من الأردن دي ولا إيه؟ تا من الأردنية. بقول لك إيه؟ أنت افتكر فين الكنز؟ لحد أنا ما أروح لكليبة أشوف عايزة مني إيه؟ ها؟ وجه إيدك. بقولك ايه، وليه هنا بقى قعدت الهوا دول كده دول ليه منتشرين كده في قلب
المنطقة بتاع كوليتش. نحن الكفار يا لمبي. أيوة. أول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجأة كده عن الوعي. يا بنت بتاعت انا عايز افهم دلوقتي انت جايباني ليه تاني هنا عند عيش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي قليبه. انت كل سنه عليك طول السكه مولاتي تريدك. تعا يا لمبي تعا. بطلتن انت. تعا معايا؟ بطلتن. انت مسافة ايها الكفار. يا نهار اسود يا نهار اسود. قناة التت بادية من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر الخيمة دي؟ يا نهار كفر. لبي كلمة. أريدك أريدك. تريديني فين؟ تعالى. تريديني فين؟ تعالى لبي. الراجل اللي بعنا الحمارة قاعد هناك اهو. هو ده. ايه انت واخدني خدمة خيمة كبير الكي انا ولا هيا بينا هيا بينا تعالى. ايوه قاعدة خلوة خلوة القعدة دي في لوحدينا. اهدى الله يسترك. يقولون انك اصبحت عبدا لزيدون. عبدا؟ مين اللي عبدا؟ اللي عنده عمره ما يكون عبدا وما حدش يقدر يخليه عد عنده ابدا. انا قاعد عشان خاطر البيت اللي هناك وهريسه قريبي. ايه ايه ايه؟ لا تقلق لا تقلق. ايوه إيه؟ اشتريك وتصبح عبدي. عبدك؟ يعني نخلص من زيتونة أجل الكليبة؟ لا اللمب عمره ما كان حد يقدر يشتريه. اللمب ده واد حر كده. منطلق. تبص تلاقيه كل في كل مكان طاير كده ومتنطط. اوعي اتنين في واحد. انا اواه صحة 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 لمبي لمبي. أيوة. او تدري لما أرسلت في طلبك؟ او تعلم مدى شوقي اليك؟ أو تدرك كم عانيت في انتظارك؟ صهن 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 صهن. أنا هارش ماذا تريدين أن تفعلي معي؟ تريدين أن تعملي معي علاقة غرنية غير شعرية أليس كذلك؟ هو هذا ولا إيه؟ لمبي أنت شخص جذاب. أنا كذاب؟ أنا كذبت عليك بحاجة؟ أنا وعدتك بأي شيء في الحقيقة وكذبت عليك بحاجة؟ أنت هتلبس في نهاية تهمة ولا إيه؟ لا أنت أسد غضنفر ليس شخصية جذابة. أيوة نعرفه. وأنت أيضا شخصية جذامة. لمبي إيه؟ أحبك أحبك حب العبادة. هو أي حد يعد عليكم كده في روح تعبده؟ يعني بالراحة شوية. إذا أنت لا تبادلني الحب بالحب. إذا أنت مش مسألة أبادلك الحب بالحب، يعني مش لازم يكون في بيننا وبين بعض في النص في سيكو سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة. يا أحد يسلو أن يرفض كوليبا. اهدي بس وحيد الله يا نهار أزرق. اهدي اهدي. ده أنت جميلة الجميلات في قريش. أنا ده أنت قمر. ده ابليس نفسه يجي تحت رجلك ويقولك ابوس ايدك جوزي. لا بلاش دي بلاش دي. ها ابليس ما يقدرش يتكلم في حاجه. فلنشرب نخبا. اقترح نخب الصداقه الدائمه. ايوه بس عندك على حاجه. هو تكون دي خمرك؟ انه نبيذ. ايوه نبيذ.
نبيز يا لذيذ اللذيذ، كوبا تاخد الانجليز. شعر جديد، شعر غريب. يقولون انك شاعر ماهر. هيا قل قصيدة في محاسني. اقول قصيدة في ايه؟ قصيدة في محاسني وجمالي. ايوه وانوثتي. ايوه اقول اوصف ماذا ولا ماذا ولا ماذا. حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة. انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا. قصيدة رائعة، قصيدة جميلة، لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمة. ده من البقية العيال دي، التلاتة دول، أبو سلمة بتاع الكبدة. يقولون شعرا. نعم. فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد. لا بس استدقاء برضه. شفت كنت حننسى أهم حاجة الثانية. ويديد إلا تيكي كابس كده مرة واحدة. إبليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه. إزازتين بيرة مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي. أخد إزازتين البريدول عشان دول محطوطين عندي بره في قلب العربية صف تاني. والعربية الإزاز بتاعها مفتوح. ها وراكن صف تاني. والعربية الإزاز نازل بتاعها. والسنتر كولوت مش موجود. بعدين أخاف العربية تاخد بعد فهقفل الكولوت بتاع العربية. واجيب البيره واجيلك بسرعه. ها جاي لك حاجه نوعت. ها جاي لك. ده انا بصي هرنك كده على طول هتشوفي. ما هذا الكلام الغريب؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ بقول لك انت عندك بفره اوتومان ولا رز ده؟ ها البفره عشان خاطر الرول. لو ما فيش في جلد ماعز طب نلف فيه؟ جلد ماعز او اي حاجه. ما هذا الرجل الغريب؟ لكن عندما تريد كليبة رجلاً تناله. لا تتلكى يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم أنت جميلة أيتها الجارية. يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني أم يريد شيئاً آخر؟ أريد شيئاً آخر. لا أريد أشياءً أخرى. يا ابن معفنة أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك أنني أجيد تعليم الرقص. لمبي كيف تصل على فعل عم ابا؟ يا لمبي يا بنت من انا غوص يا لمبي. يا بنت ما خبط ما حد هنا يا بنت حد هنا. لمبي اغثني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف. مش انا قلت لك وقف؟ مش انا قلت لك وقف؟ ويا حق الله عمال كده الواد البنت ده الواد ده البنت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي. يا بنت ما تقولي عمل انت مش معتني عشان عمل تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته بشده. برافو عليك يا بنت رجوله. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبلها. ايه قبلها قد ايه؟ يعني ايه قبلها؟ قلت لك تاني؟ هي مرة واحدة يا لمبي؟ مرة واحدة يا كذاب، أنت هتقول بص بتقول اتنين زي تاني. وبعدين بقى هقول لك على حاجة. ما الراجل ده برضك عنده حق، أنت عندك حق. لماذا هذا؟ لأنك أنت من حقك إن أنت تبوسنا معاً الاتنين، لأن إحنا عبيد عندك، فيجب إن إحنا نبوسك ويبوسنا. أيوه. ماذا تقول يا لمبي؟ أيوه يبوسنا، ولازم تبدأ بالبوس من عندي أنا، هذا البوك. لا أفهمك. من أنا حقك على أنا حبوسك أنا، لا على حقك. وشايف إيه؟ يا عم؟ وشايف أرواح ولا إيه؟ أنا فعلت يا لمبي إنه زيتون. زيتون على نفسه يا هيصة ولا إيه؟ سيقتلون أنا. يا بنت اتمنى يا بنت واحدة لازم في حمايتي. سيعذبون أنا. يعذبوا اللمبي اللمبي بتاع السعادة والحركات ده. أنا اللي كده يا بنت. سيمزقون أنا يا لمبي. يا بنت انت هتخطوني ليه؟ ومصيبتهم ومصيبتهم.
يا بنت استمنتي ما من ريحه طيب ولا سيقتلك يا لمبي سيقتلك يا لمبي أوقفوا الغناء والرقص. أظن أنكم جميعا يا سادة قريش قد أسرتم من وراء قوافل التجارة، وأظن أنه قد بلغكم أن هناك لص قاطع طريق يدعى الأشرم البطار ينهب القوافل ويقتل الرجال ويسبي النساء والأطفال، وهذا يضر بمصالحنا جميعا. أنا على استعداد أن أدفع نصف ما أملك، لا بل ربع ما أملك، كي نتخلص من هذا الأشرم. وأنا من الآن سوف أنظم الشعر في ذلك الأشرم وسأهجوه حتى يرجع عما هو فيه. الأشرم لن يرجع عما هو فيه ولو هجوته 100 عام. أجل، إنه قاتل عربيد. واللات والعزة ليس لنا سبيل إلا الدعاء والكرابين. ما تقوله يصلح للجواري والعبيد. ليتني كنت رجلا حتى أذهب إليه بنفسي. إنه بشع ليس في قلبه رحمة. وما الحل يا ترى؟ لا يوجد حل إلا أن نقتله. إنه يحتمي برجاله. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل رجاله. كلا البتة، إنهم مجرمون ولا قلوب لديهم، وليس لنا أن نخاطر بأرواحنا وأرواح أبنائنا من أجل معركة خاسرة. إذن لا يوجد حل إلا أن نقتل أنفسنا ونستريح. ولما لا نبحث عن طريق آخر للقوافل؟ جواسيسه سينقلون إليه خط السير الجديد وسيعود لنا بالقوافل. إذن لا يوجد حل. نعم لا يوجد حل. تباً لا يوجد حل. أنا لدي الحل. إذن يوجد حل. تكلمي يا كليبة، ماذا لديك؟ نرسل له عبدا من العبيد الأقوياء المشهود لهم من الجميع، فإذا قتل الأشرم كفانا شره، وإذا مات فهو عبد لا قيمة له ولن نخسر شيئا. ونعم الرأي يا مولاتي. وهل يجيد العبيد القتال؟ في الآونة الأخيرة ذاع صيت ذلك العبد لدى بني زرزور. ما اسمه؟ أتقصدين اللمبي؟ اللمبي، يقولون إنه مقاتل ماهر. لقد سمعت عنه الكثير وأوافق على رأيك يا كليبة. الحل؟ هو اللمبي. الرأي رأيك يا كليبة. إذن لا يوجد حل إلا اللمبي. يا رجال فلنشرب نغب هذا الحل السديد. ألعق بك يا جارية الجميلة. يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحتاه. صهن يا امرأة، صهن. واللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. لقد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر.
خبيث ماكر ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن نقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلطيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريسة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منى، على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده، انا شايف وبصاص. يعني نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منى، وساعتها هتتفرج على الدبايح. ايه يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا. الله يخليك، الله يخليك. ايه يا حاجه هريسه، ايه لما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ ايه الفرح الناشف ده؟ إني أحقد عليك، لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك، وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك، نعم أريد أن أقتلك، لكن عيني هند تمنعني، عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون، انا مش بص مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران، انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام، انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي
هاتوا حتى الجبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. كنت خلص الناس دي ده شطننتوا بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مصق مصق. قتلة يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي، ويجب ان يكون هناك قتلى. قتلى؟ نعم قتلى. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخه بنت المشعر. مين؟ زليخه بنت المشعر. زليخه بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده، اقطعي علاقتك بيها. ماذا زليخه؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا و20 امراه ونعجتان. نعجتان و50 عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده، فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي، يدوب فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج، انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للاسف هند عروس. بتتسأل ان انت تبقى عروسه؟ ان من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس، اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه والمعدن في قلب الكوسه، واحد عليهم. كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة منين؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي. يعني انت بعبعي، ماذا تريدين ان تبعبعي؟ أجل أحسس الآن وأمس. أجل هو أحسس الآن وأمس.
آه يا لمبي. أيوة ودسو. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت، أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. آه يا لمبي. يا مرة قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست دينية لو عم تحن عربي مش عاسمع الكلام اللغة العربية ده كله. أنا أريد أن أنا أتزوجك، ألعب معك عريس وعروسة. آه فهمتك. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أو دينا النور والمشاعل دي، النور ما مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ آه المشعل، أقصد المشعل، وبعد المشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي ملاحظ الليلة، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امي كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. طبيب يعني ايه طبيب معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطت عيطت. وأمها. أيوة عيطت كده ويسمعني في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بص يا بنت، يجب إن أنت تهب عليا وأنا أهب عليك. لما إحنا الاتنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل، فتبقى أنتوا مهباب وأنا أبو هباب. خير في سلامة. نعدلتني أم سلامك يا بنت. اهدي امشي بقى. وعي يا بنت ده دليل عرف. أنا هاخد الراجل ده وأقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقعد الليلة معاه. والآن أغمض عينيك يا لمبي. تعال. انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكون. والان ايوه افتح عيني. اقدم لك هريسه صنم. قصدك هريسه مول. وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عده بضايع متفرقه. بلى بلى. اقدم لك هريسة صرم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله. أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل.
وعندنا ايضا اصنام بالطين. ايوه. واصنام بالعاج. أيوة. واصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيكوا في هذا؟ الضحيكوا في هذا لان دي اصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو انك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. امال ايه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبر فيه مغده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهم. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائماً لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيا. يا ويحي، لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده عم زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير الاهبل اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ إنه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. أقتل. تسلم إيدك. عمو الشاهد. طيب الشاهد، طيب الشاهد، أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد، أشهد الله أكبر، أشهد لا إله إلا الله. جدي، أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وقعدي افرقي في نفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة. بعض ناس بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟
فليذهب إلى الجحيم، لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة، وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه، ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء، وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. إيه إيه عمو؟ الله، كانت فين القبيلة دي كلها لما حدفتونا عند باشرن هناك؟ ككبش في ده يعني؟ إيه؟ فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون إيه بقى وكلام فاضي؟ ده أنت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا إن أنا أروح هناك وأموت الأشرن ده؟ وأدي الخاتم بتاعه أهو، دليل إن أنا قتلته؟ مرحى مرحى. الأشرن ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، تباً لك، ليتني أجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم الذي انتصر عليه الليمبي البطل. أيوة، الذي حافظ على أطفالنا ونسائنا. أيوة، وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. أيوة الله. وعليت مقامنا. أيوة الله. وحافظت على ديارنا. أيوة الله. مرحى مرحى. مرحب بيك أبو منة. أبو منة على دماغي. ربنا يخليك أبو منة حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك إن شاء الله. بص بقى، مخدرات ومية هتبقى نازلة يعني، عشان كفار كفار يعني. مين على جهنم؟ إيه يا عمو؟ ايه واحنا هنفضل قاعدين كده ولا ايه؟ انت مش هتقوم عشان خاطر تعترف للناس دي ان انا من صلبك، ولا انا تبع الحديد والصلب؟ بلا 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 قرف. يلا خلصنا بقى. يا قوم. ايوه يا قوم. ما هو هم قاعدين، ما تخلص. الليمبي لم يعد منذ الان عبدا من العبيد، انه من صلبي وحفيدي. وحبه في قلبي مغروس، واسمه من اليوم
الليمبي ابن باني ماروس. عما عمو يلا بقى قول لي بقى كنت فين عشان عايز اعرف. اخبرني قارئ الطالع. القرايه يا عمو هو كل شويه الراجل ده طالع 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 ايه ما بينزلش ابدا. اخبرني قارئ الطالع ايوه انني ساحتضر يوم زفاف ابنه اخي هند وعليك ان تسارع بطلب يدها ليكون يوم الاحتضار ويوم الزفاف. يوم الاحترام هو ده يوم الزفاف؟ ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ طب يعني طب انا يعني عايز اتجوزها بعمل ايه؟ يا قوم ساخدمك ساخدمك. هتخدمني ايه بس؟ ساخدمك يا قوم. لقد طلب مني الليمبي الان ايوه يد هند ابنه اخي ولكنني لم ارد عليه وساسال هند. يا عم لن ارد عليك ايه وانا بكلمك في النبيض؟ سيبني انا ازيع هذه الفكره. يا كون يا ايها الكفره الفجره انني طلبت ايد الانسه هند وسنتزوجك سنتزوجك وصدق صدق صلي النبي صدق صلي ما يصدق صلي ابو رمادي صلي وامو الهدية عالقدر 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 زرخة بعدت عالقدر اديك قاطرها عالقدر شيلينين 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 وقع مني شيلينين الحتة دي هي شيلينين دوروا معايا بنتك حلوة إنه يشكل خطرا شديدا على آلهتنا. اسمعي اسمعي ما ينشده من أغاني. إنه يثير علينا عبيدنا. صبرا يا زيدون صبرا. ماذا نريد؟ نحن نريد كنز هريسة. فدعك مما تفكر به وتصرف أمامهم وكأنك سعيد وفرح لفرحهم. ايه واحد يا هن؟ امزح معك افاجئك. امزح معك افاجئك؟ نعم. اسمها بخ. بخن ابن عماه عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. بخن ابن عماه ايه؟ ده يبقى جد 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 جدودي. تفضل بالجلوس يا لمبي، البيت بيتك. والله يا عمو انا كان بودني ان انا اقعد معاك ولكني اتفقت مع اننا سنتنازنا ونخرج سويا. احق ما يقوله اللمبي يا هند؟ نعم يا عماه لقد دعاني للخروج. شايفة رأيت المياعة في الكلام؟ والله يا عماء سأخذ هنودة ونتنازنة قليلا بالخارج. أيوة تقول الشباب بقى وانت عارف بقى وحركات بقى وشيطان شاطر وانت سيدي الكفرين معارف. حسن 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 ولكن لا تتأخر. ولما هذه الضحيكة؟ إنه ضحيك الخروج. لا 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 نتأخر نتأخر لأننا سنتحدث سويا أنا وهنودة على أمور الزواج. هل هي تريد سكن في سكر قريش أم تريد خيمة على المحارة أم تكتفي بحفرة إيجار جديد؟ ما رأيك أيها الكافر؟ الأمر أمرك، أنت الذي سيدفع. ما رأيه هنودة؟ سأخبرك في نزهتنا يا لمبي. كلامها كله يميل إلى ال... هيا بنا بقى. ألا تريد من الخارج أي ذنب أأتي به إليك؟ كلا شكرا. قل لا تنكسف ولا تنخدع. قل ما عندك. ألا تريد أي معصية؟ نساء، خمور، ميسر، لا تريد شيء؟ عندي كل الذنوب. في لعنة الآلهة. هيا بنا يا هنودة كي نمرح ونفلح ونفخر. هيا بنا. صاحبتكم السلامة
ولكن لا تتأخر. شفت صوته الراجل ده ينفع مؤذن؟ خلي بالك. يعني نتكلم عند عضنا البعض احنا الاثنين. حس ان انت مش مبسل، مش فاهمة منفذك بقي. لا افهمك، ولكني سعيدة بكلامك. أليس ما تقول هذا كلام؟ كلام من يعني اكون كنت بكرع يعني ولا بتتوب؟ لحظة، تتتاوب، دعني تتثائب. تتثائب يا لمبي. نعم. أغفني أغفني بالله علي. يا أخي بطلوا بقى ماذا فعل هذا الكلب؟ كفر بآلهتنا أيها الفارس. كفر بآلهتنا لمبي. إنه عبده. عبده؟ ماشي، مشكلين عم عبده. شوف شغلك أنت. هيا بنا لا تفعل ذلك. واخدة بالك بقى هند، أنت عارف إن أنا كان نفسي أخده كده على كورنيشه. لمبي مستقل عم عبده. كان نفسي أخدك بقى على المقطم كده وفرجك المعادي، ها؟ واخدك على الدائرة اللي تسبب بالليل أنا وأنت. بس واضح إن هنا مفيش خرطة طريق. المحافظ بتاع قبيلة قريش عندكم فشل. أغفر لك. لا، أنا مش نبي ولا إله. يا حرامي يا حرامي. سؤاك حرامي، ده سر الشعرية بتاعتي. لمبي أكمل حديثك، أحب أسمعك تتكلم. طب إحنا دلوقتي بقى نريد بقى إن أنا إيه عايز أتكلم معاكي في المستفيد، ماشي؟ عشان يبقى إيه؟ يبقى خير في سلامة. وقولي لي إيه بقى؟ قولي لي ايه بقى؟ ماذا؟ سلام في خير، وقولي لي خير في سلامة. حسناً فهمت. كلما تقول شيئا يجب ان ارد عليك بنفس الوزن والقافية. كلام شنين يعني خير في سلامة وسلامة في خير. حلو. دلوقتي بقى انا رحت لعمه هريتا واتفقت معاه على موضوع ان هو تتزوجيني ونتزوجك بعض انا وانت، وهو وافق. بس انا كنت اريد ان اسمعها من اذنيك. سلامة في خير وخير في سلامة. ماذا؟ ده انت دمك تقيل ولا ايه؟ ماذا؟ هتطلع دمك تقيل ولا ايه؟ انها طرفة. ايه طرفة دي؟ مثل وع. بتهزري معايا؟ لا بس انت عسول انت والله. طيب حس كده بقى، انت هتتزوجيني ولا هتعملي ايه؟ كم كنت يا لمبي سعيدة عندما حررتني من أيدي زيدون اللئيم وأنقذتني من أن أكون له أما. ونجوت من الأشرم وعدت لنا سليم. أيوة أنت هتتجوزين أنا هتتجوز الأشرم. بالطبع يا لمبي. أيوة. أو كيف أرفض يا ابن الكرام الطيبين؟ أو كيف أرفض يا ابن الحسن المحسنين؟ أو كيف أرفض 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 أه؟ ايه بنت مالك يا بنت بتعمل كده ليه؟ هذا شعر يا لمبي. والله بنت حلو قوي الكلام ده. دلوقتي بقى انا عايز اعرف النظام عندكم ايه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ يبقى في الاتفاق كده اللي بيننا وبين بعضينا، ها؟ يبقى انا عارف ايه اللي ليا واللي عليكم. خلاص؟ عليك بشراء الخيمة وانا سأعمرها. ايوه يعني انا هجيب الحطب والميتين وانتوا هتجيبوا المدافن. لا يا لمبي، كل مستلزمات العروس يحضرها العريس، انا ساعمرها، اي انني ساسكن فيها فقط. طب وليه البلطجه دي بترمي؟ طب انا استفدت ايه من رميه الجته دي؟ الناس دعناها بره الشط. طب انا مالنا؟ لمبي لا افهمك، دعني اكمل حديثي. افضل يا ست كندي يا ست كلام. واريد ان يكون بيتنا قريبا من بيت عمي. لا تتكلكلكي، لا تتكلكلكي، لانني قد اعطيت عموكي 1000 دينار من اجل تظبيط الخيمه. يعني عايز يجيب لي غاز، ها؟ يبقى طبيعي، او بومبا، ها؟ يكون في اذن صرف قلب الخيمه كده يعني الدخله مهمه. اتقصد ليله البناء؟ ليله ايه؟ البناء. ايه البناء دي؟ الدخله. ليله ايوه هي الدخله دي اسمها الدخله على طول دي. هذا هم جدا. عارفه الدخله؟ نعم اعرف. انا كنت مع شباب قريش وكده. كل ما اعرفه ايوه ان الزوج والزوجه ايوه يجلسوا وحدهم داخل الخيمه ايوه ويجب عليهم احضار طفل. عارف الطفل بيجي ازاي؟ لا اعرف. انا عارف الطفل بيجي ازاي، ولكني سمعت من بعض النسوه ان الزوج والزوجه
يجلسوا وحدهم معا داخل الخيمة أي الخلوة. أيوة. ثم تضع الزوجة. أيوة. قدم زوجها في ماء دافئ. حلو برضو الريلاكسيشن ده. الريلاكسيشن. ثم يأكلوا معا أكلة معينة لهذه الليلة. عارفة دي أكلة الاتفاق. حلة الاتفاق دي. تنتفخ فيها بطني. أيوة. وأنجب طفلنا. تنجبي الطفل ازاي؟ تنتفخ فيها بطني وانجب طفلنا. ايوه يعني من ايه يعني؟ انت تنفخ وتجيب العيل ازاي؟ طعام الزعرب. طعام ايه؟ طعام الزعرب ينفخني وانجب طفلنا. عمي هريسه قال لي ذلك. امه زعرب؟ نعم. الزعرب طعام زعرب ينفخ واجيب عيل؟ نعم عمي هريسه امه انجبته هكذا. انجبته هكذا؟ نعم. من الزعرب ده؟ تحيجيني لمبي الزهره. انت مكسوفه من ايه؟ ده احنا بنتكلم بشويه خضار. طب بص بقى، انت مش عمك هريسه جه من زعرب واحد؟ ها امك جابته من زعرب واحد. انا عاجلك في ليله الدخله معايا الزهربين. لمبي يا بنت، ده انت طلعتي انصري يا هند ان الدنيا تضحك لينا. انصري 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 الى الكرم. نومك بالكرم. أتقصد القمر يا لمبي؟ القمر. أيوه أيوه هو الكرم. القمر يا لمبي القمر. أجل. كرم النوم معوج. 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 معلش يا عمو سامحني، كان نفسي أجيب لك حاجة معايا داخل بإيدي فاضية كده. بس ما لقيتش قدامي بقى غير أصنام وبلح. وانا لبابة للأصنام وانا بحب البلح. يا لمبيو يا ولدي، انت الان من البيت. ماذا؟ ولا يجب ان تحضر اشياء معك. فانت مقبل على زواج، والزواج مصاريف. طب ما احس كده بقى، ما هيا بقى وجوزني هنودة. اصبر اصبر يا ولدي حتى نسأل عنك. يا عمو انت لسه هتسأل؟ ما انت خلاص شفت الدبانة اللي في دراعي وعتقتك انت وبنت اخوك، في ايه اكتر من كده هتتعرف عليها تاني؟ لا تنطق بهذه الالفاظ امام الالهه. الهه؟ يا راجل ده بيتباع عندنا في العتبه بخمسه جنيه وبناخد عليه حمار هديه كمان. وما هي الخمسه جنيه؟ عباره عن درانا واحد. الدران هنا ب 25 جنيه ولا بكام؟ بيعمل كده في مصر؟ بلى بلى. ولكني أصدقك القول يا ولدي. أيوة. إنني غير راض عما يفعله قومي، ولكني لست من السادة ولا أستطيع التغيير. أيوة. ولكني أعدك. أيوة. عندما أصبح من السادة سأغير أشياء كثيرة، سأمنع الخمر والميسر والأزلام، وأهدم الخيام الحمر. طب تصدق كده بقى يا عمو، انت هتبقى كده برنس. وما هو البرنس؟ فنبابة ببيع كاوي وركب. ولكني سأفعل أشياء كثيرة. سأعمل مشروعا خيريا يجعل الدين في قلوب العباد. أيوة. طب حلو ده. المهم انت في النهاية انت هتجوزني هنودة ولا مش هتجوزني؟ لقد كنت أضحك معك، لقد سألتها ووافقت. وافقت؟ وانا هتجوزك انت؟ هي اهم حاجة توافق. هي موافقة؟ هي وافقت. طب خلاص بقى، لما تسمعونا بقى زرغوطة بقى. وما هي الزرغوطة بقى؟ الزرغوطة هي عبارة عن لسان يضرب في الحلق فيخرج فحيحا. أيون سنتزوج ونجلس وحدنا يا عماه. أيون بقول لك ايه، فهمنا ان في حاجات بتحصل بعد القلع في ليله الدخله. نبات الزعرب اللي بتتكلم عليه ده مفيش. كده ازاي ده؟ هند ستدهشك في ليله الدخله. ارقصي له يا هند. انتوا كده كده واضح ان انتوا عندكم مفيش تربيه. البنات شاردة كده وأي حد. طب هل بما إن الأخلاق عندكم كده، هل تسمح لي أن أقبلها قدامك؟ خسيت تعلم بي، أتجرؤ أن تقبلها أمامي؟ عندما أخرج قبلها كما تريد.
ما هذه الضحيكة؟ هذه ضحيكة الدعارة. وما هي الدعارة؟ الدعارة؟ انظر يا نفسك وانت تعرف. هيا بنا، يلا بنا يا بنت، تعالى اوريك الضحيك. تعالى. ونعم التربية يا انت ننتي هنودة، اعطيني كبلة. لمبي نحن في ورطة. بنتي ورطة ايه وربطة ايه؟ احنا اعطيني كبلة. ده العفريت ده ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة، خادمك المطيع. خدام عنده؟ اعطيني الصوت. ملقون في الزيت والفلفل الحار. جسوس، شفت جسوس؟ سأظل أضرب. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده كده عبدرب، فتحسوبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أغثني يا لمبي. أغثني يا لمبي يا ست، ما أنا لازل جنبك أهو في الشجرة. بعدين بقى يا جماعة، حد كلم لنا مأمور اسمه كوريش ولا حاجة؟ أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. وين ابو امك؟ بس اسال هذه الفتاه، اسال هذه الفتاه، اسال. يلا سهم يا لمبي. ايوه انا اسال. يا عمي انت عملت سفر بالنخله وتعبنا احنا ليه طيب كده؟ الله اغثني يا لمبي. اغثك انت اللي كنت ممكن تغثينا. ايه يعني ما كان هيطلب كوبنا قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا نفسي اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجة، انت هتقعد تندهيني من بطنك؟ انا لم اقل شيئا، الاصوات قادمة من بعيد. الاصوات قادمة من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا ايه؟ يا نهار ازرق، انت كنت عايز تبوس كل دول ولا ايه؟ لا تخافوا فانتم في حنايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبه ولن ينقذنا منها الا الليمبي. اجل، ولن ينقذنا الا هذا الشاعر العظيم. ايوه انا شاعر، انا هو بنشعر في قصايد بينا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حمايه بعوضه. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حل لي وثاقي، أنا ما روح أغرب نفسي أنا وروح أتخانق في منطقة غير منطقتي، أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ ما انا واقف هنا اهو بتذل باحترامي. انت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ اجل، فانت خير الرجال. عذابت اني اشعر بالغيره عليك يا لمبي. انهن النساء الميصات. اعطني قبله لمبي. لا يوجد امامك خيار اخر يا زيدون، اما ان تحل وثاقه او سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر. حل وثاقة. هذا يا جسوس، يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكنه رجل ضعيف وفقير، أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. إيه يا بنت، هو أنت هي هتقعد تبوديها كل شوية؟ أما أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع لساني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما سالش فيا وخد الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خاده زي ما ينفخ في خاده، وانا يعني يهمني ينفخ في خاده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن
شروط. سحقا سحقا أصبح للعبد شروط. ها، الشرط الأول أشرب مايا. أسقي يا سيد زيدون. لقد قال لك العفريت أسقي، هذا العفريت الساحر. هذا الماء لبي. أغفني بس 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 بس. إيه ده جملة النيلة اللي حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أجل، أنا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شابي، والأول كنت تمشي بكني بالحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أوعى تكذب. حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الدرانير. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط. مزرعة للبط في أغوار الصحراء جوا. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، هو انت لما بتشوف خلطة اللي جابه امي يعني بتنسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل، فانت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟ ها ايه السحرة دي كلها؟ ها ده الواحد لو خد له هنا بتاع قراتين تلاتة كده ويسقعهم يجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملالين. والله، واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. اما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال؟ يا نضار يا قطاع يا قطاع، شمالك ايها الاشوح، شمالك ايها الاشوح. مع السلامة عليكم. عمت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله انا كنت اريد ان انا اذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب الى هذا المكان الموحش؟ يا حج ارجوك هتوسل اليك. انا جاي على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وارض، فقول لي بقى بالراحه كده عشان خاطر انت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لا. قول لي فين بين الجبلين. لهجتك غريبة، تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي مشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بان عليك الخربشة والحركات. أوعى، لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد، طب انت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله، والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه، ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي، أبوس إيدك، أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين، ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي مشكرين على التحذير، مشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هناك بين الجبلين، كيفك؟ ما دمت مصر. أيوة، سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا.
ايوه ثم يسارا ايوه ثم الى اعلى ثم الى اسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم الى اعلى ثم الى اسفل وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابويا بس ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا يا جدع. لهجتك غريبة يا رجل. لهجتك غريبة. لهجتك غريبة. حفظك الله. عماه 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 مصيبة يا عماه. ماذا حدث يا هندو؟ هل حدث مكروه للمبيو؟ وأنا مرة بالصدفة على السوق قابلت جارية كليبة وعلمت منها أن كليبة وزيدون اتفق سويا الانتقام من اللمبي وأرسلوا للأشرم من يخبره بقدومه ليأخذ حذره. حفظتك الآلهة يا لمبي. لا تقلق يا هندو، فقد يستطيع اللمبي أن يتغلب على الأشرم ورجاله. إذا نجا اللمبي من قبضة الأشرم فلن ينجو بأي حال من الأحوال، من الرمال المتحركة. وألمباه وألمباه قتلوك غدر يا حبة القلب، ألقوا بك في شر الطريق. والله لن أحب غيرك يا لمبي، فلو قطعوني إربا إربا قلبي ما يريد غيرك يا ابن العم. يا نهار اسود، انا هعمل ايه؟ الراجل ده الراجل ده قاعد في اول الخيمه ده بيسوق الخيمه ولا ايه؟ المطوى فين؟ المطوى. تخيل تخيل امي فين المطوى ده؟ ياه لندي بالرجال في قبيله مستنياك. عشان عليك رحمة. يا خيمة ما جابتش راجل وتخيب يا في الراجل نفسه بالكشك اللي قاعد ده. تعال اعمل حاجة. طلعوا يا الرجل. اوعى اعمل حاجة. أنت يا رجل ومن أي قبيلة أتيت؟ أنت من يا؟ أنت من كفار الرحاب ولا مدلش عينة؟ اصحى يا. كيف تجرؤ أيها الرجل أن تفعل ما فعلته بالأشرم؟ عشان أفرجك إن الأشرم فيه الأشرم منه، وأنا جاي النهاردة بص أنا هشرم أمك النهاردة. لن تنجو بفعلتك هذه أبدا. يا بطل صياع يا بقى يا بطل صياع، تعمل لي فيها بلطجي وقطع طريق وهوب فوق وتحت والحركات دي. جالك اللمبي، اللمبي اللي لا ينزل له جار ولا تطفى له نار، وامك في العش ولا طار يا. انت مجنون؟ انا لا افهم ما تقول. اقول لك انني ابلطج عليك الان، وانت الان عبد لي، ومن حقي ان انا اقبلك من بوعك. لا لا لا، انا لست امرأة وهذا كل ما املك. أيوة. ارجوك صدقني. سيع ياد سيع ياد عليا ياد،
ساعه لبص انا هاخد بعضي ها واجيبكم فاز قريش هم اللي يتصرفوا معاك. وطبعا دول انت عارفهم، لو لاحظ فيهم باتمان غير عشاء هيجيب مراته ويحللها وياكل هو واولاده. هم يا جمل هتفهم؟ لا لا لا، الا كفار قريش، الا كفار قريش، انهم اشرار. ما انت كمان اشر من الشريرين يا. لا لا انا لست شريرا، ما هي الا سمعه، انا رجل صالح صالح. حسة الزبيبة الأحسن، بس ده نعنية أنها مش عارف أشوف من الزبيبة. واتقوا الله أكبر عليك، هما كلمتين وردي غطاهم هقولهم لك في ودنك. ممكن تقترب؟ أريد. تعال تعال. انتظر لحظة، لحظة واحدة. أبويا لا تسلمني إلى أهل قريش، إنهم أشرار، ارحمني أرجوك. تعال هنا، تعال تعال أرجوك، تعال أنقذني مما أنا فيه. أنا حسيبك بس هعد لحد واحد، لو لقيتك قدامي هموتك. حاضر. واديني الخاتم ده على أساس إن أنا أقول لهم إن أنا قتلتك. اتفقنا؟ تفضل. هذا الخاتم. تفضل تفضل. يلا خد الحبل ده. تفضل. واحد اثنين ثلاثة اجري. تفضل. جري. تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل. انت لسه هنا؟ اجري، انا اجري، سأذهب ولن اعود الى مرة اخرى. المياتر والعطشان وطفي نار القربة. أجمل الفحش والفضل. انظري إلى هند كم هي سعيدة. يا لها من حظ وافر إني أحقد عليها. وأنا أيضا. يا له من رجل شجاع. انظري إليه وإلى جماله، الصدر صدر فهد، والقلب قلب أسد، والفخذ فخذ جمل. لا تنظروا إليه، إنه رجل. إيه إيه عمو الله، كانت فين الكبيرة دي كلها لما حدفتونا عند باشرة هناك؟ ككبش في ده يعني إيه، فاكرني عروس النيل أنا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ أماكن لممارسة المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده، وادي الخاتم بتاعه دليل ان انا قتلته. مرحى مرحى الاشرم ده لما ثبته. اللعنه عليك ايها الليمبي، طب لك ليتني اشهد من يخلصني منك. ثق بانك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. ايه يا عم؟
ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا أما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك لنا في مكانك. أنت بقى أريد مية. هاتي كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جنة البعوض الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل ترعب. لسه هتعرف معلومات. ده أنت مسافر دلوقتي هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده. إيه تاني؟ من 12 الدور لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريد أيوه أريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني أخلص ده. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 ماذا؟ ماذا؟ انت مش بنت العلامة خلاص الكنز. العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا هيا يلا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ لا مكان وفاشة. إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع. لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب والماز واليقوت ومنخوي. خش جوه. هيا يلا نوافين دي بعد وقتي. الديانة اجري بس اجري بس. لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا، دمروا، خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. Oh!
من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون منه؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل عبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني؟ أتعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي نحن في المطاردة. اجري حلمني. ماذا نفعل الآن يا لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جابلنا النحف والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي 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 تخبي. أنا أشك في هذا الباب، هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي؟ المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ المفتاح. 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 المفتاح ده. الليلة السوداء وانا كنت وانت مين يا عم؟ قابل يا عم الليمبي. لم يجي دورك تفضل، 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 لم يجي دورك تفضل. العبيط ده ولا ايه؟ تفضل، لم يجي دورك تفضل. كان هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحة دي، الناس دي واكلة شرابات ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس بالراحه شويه كده، مش خليك متورع مع الناس. التورع حلو مع الناس. لا هلبس ايه دي؟ عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا سمو الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قالوا يقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمه ده كل المحروس عارفه. هلا وبعدين هو ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الامير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصه في اي لحظه وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه امر الدين. اتشرفت ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. تفضل. نسيبك بخير يا سمو الامير. السلام عليكم.
أقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا مقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية إني مش عاوز أشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي أخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من أمثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي. أنا عايز أخبار أخبار. أنا وصلتني أخبار إن قمر الدين ده بيقابل أتباعه في السر. وسمعت إيه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا إيه؟ الله أعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. أنا من اللحظة دي كل أذان صاغية. أيوة اصحى معايا بدل مقطع ودنا. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة مهما كانت خطورة الأمر يا قمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أفصل نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وأنا آخر من يعلم؟ إذن أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في المنصورة. استنى مكانك، مولاتك شجرة الرز ما أمرتش حد بالانصراف. طول عمرك أرعن وأهون وفاتح صدرك. اعقل اعقل، بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل، أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين، أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن ودعوني أناجي شجوني. وانت رقم قدوسك كام؟ هو رقم قدوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من أعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الأسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني أنا عندي عيال تعمل إيه؟ قول له الرحمة حلوة قوي يا سيدي. حلوة؟ امشي خدوه على تمريض. اتفضل اللي بعده. أنا روحي. قول لي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال ايوه هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟ دغري كده اروح غزه في عياده على طول وهو بيستسلح بيستسلم بلا رحمه. تغزه؟ ايوه مصطلح جديد. حلو. طب
تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كده في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ اه ما دي شفتنا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه لو بعرف اشتم كمان واتف كمان. امال ايه؟ طلع حد اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسه؟ على جنب. على جنب هريسه على جنب رقر؟ ليه وحرام ولا ايه؟ تلاف دخلوا للسلطانه هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده نجحت؟ ايوه نجحت. والنبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت السن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود. انتهى. هاتوه. اولاد السلطان. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه. تقدم يا غليظ. مولات الامير السلطان. مولاك الامير هينتهي امره على ايديك. مولاك الامير هينتهي الامر على ايدي انا؟ ليه هقتله ولا ايه؟ قلبك شغوف للقتل. ايوه. القلب قلب اسد. والصدر صدر فهد. من ايه؟ والعين عين صقر. من ايه؟ وهذا يعجبني لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه الفارس ال
طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس، في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي بس انا عرفتك. إيه انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا اللمبي. انا اللمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانة على كتفك. بقولك يا اسالك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب ويعني، طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بقى دلة تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهربا زياده ولا عبيطه؟ انت بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك، هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مرتني في جريمه كده تربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جايب المفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هريسه ده واخد بعض وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبقى ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ورا. بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والامان. يعني ايش حريه؟ حلاوه طحنيه. مقصود كلامي ان دونت ميكس طعميه على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضه والحنوضه مش كويسه لانك انت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى ايه الوضع. وانا النهارده جاي اكشف لكم عن الحنوضه اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضه، واحكي لكم قصه قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنه وانتم طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشمطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمه. ايها الشعب، لقد طعنه تربال التي استكردته الملكه، ها، وقالت له ان يقتل قمر الدين كل سنه وهو طيب، فقد طعنه طعنه ويا لها من طعنه. ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة
تأتي بالبواسير وأنزلت منهم ناصورة في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا أنا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وليكوا شايفين المسألة مسألة واضحة وضوح الشمس. قتل الأمير عمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان، اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كذاب، ما صدقوش ده كذاب. انت والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه، والنبي انا من القلعه وسيده زينب، بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكنز. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك كده تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ها؟ ايه؟ جاري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عشر امين لمبي على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق، اضربها بالمبقات، حطوه في الثلاجه. عشر امين لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ انا هو يا حمامه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ انا هنا يا حنانه. هي وحلاوتها هي. امال فين فين الليمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حنانه. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك. ايه؟ التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا عم. ما خلاص عرفت يا عم ده. الحرب يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثة عرفت. التتار. الله يخرب بيتهم التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا اخي ما قلت لك خلاص بقى. ده انت سعيد قوي ان زعلت الكلاب لكده. التتار. كفاية يا ليمبي. قول لهم، قول لهم ان انا الوريسة الوحيدة. قول لهم ان انا السلطانة. لا زعل. بس خلاص انا هقولهم. تعال تعال تعال. التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي. يا عم انزل وقعد، ناقصك خنقه هتقولي اوه خلاص. الله. يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايره السيده زينب رمز الهلال، الحاجه زينب علوي. عاشت الأميرة زينات علوي. يحيى الأميرة زينات. يحيى الأميرة زينات. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى، اقتلوه يا جدعان الراجل ده، والمصحف هو ده اللي شاور مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجة بقى. اظنهم بقى، ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حد فجأة. في حد فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي، خش عليهم على طول. اذا في حرب فجأة اقول انت قول. اظنهم انت كلمتين، اظنهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد، الى السنديبات. اطلعي 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 اقعدي فوق. يلا سندباد ايه و... احنا ايه؟ فاتحين كرات الاسبستون؟ ليمبي. لا مين؟ اه ليمبي. عم هريسه. ليمبي حبيبي. عم هريسه. التتار على الابواب. يا عم ما انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. طيب. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز اموت في القصر. تعالى هموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته دي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا شهير. تحيا شهير. عاشت مصر حره مش محلاه. يلا 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 اخليني شويه يا بنتي. يلا معاها. كانت سايله قوي. الله. ايه يا بنت الغلاسه اللي بتديها دي؟
اسندوني على مالك. انزل 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 ما تخافش انزل 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 ايوه بس سيب نفسك سيب نفسك سيب نفسك ايوه بس ما انا مش عارف امسك نفسي. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ ما انا هنا اهو يا عم هريسه. عارف فين؟ ما مين صاحبك؟ اصل انا اديلي كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقت اسمك ايه والكوارع اللي ملزقه ايدك دي؟ اهدي منها شويه. ايه عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا ايوه محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام هيرجعني الذكريات الجميلة أنا وصلاح. أنت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وأنت كنت متجوز أحد العسكر ولا إيه؟ أصلها كانت وحيدة على سبع بنات. وحيدة؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا إيه؟ وحيدة على سبع بنات إزاي؟ لأنها ما كانتش حلوة أوي زيهم. أيوه فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب وسبعة تنين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ بقى عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجرة وذكر بط؟ ماشي خرف يا عم هريسة. ايوه بعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟ ايوه هي تحذفني بنبوت وانا احذفها بنبوت. سلام. ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح. هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي. ايوه لمبي لفني. الفك فين؟ في سجاره؟ لفني ناحيه العرش. حاضر. يا مملوك هضبه يا رجال المملوك هضبه. هريسه ابو الليف في النزع الاخير واللمبي جوز السلطانه شجره الرز مهتم بامره. جرى يا رجاله احنا هنسيب هريسه يموت كده بسهوله بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ انا عندي فكره مهندمي. قول. انا حاسس انك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبه السيد غضبه ونفاجئ هريسه ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين. الراجل بيقول لك بيموت بيموت هنهب فيه اكتر من كده يا بختي. الله وهنعمل ايه دلوقتي يا سيد غضبه؟ الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور انا عندي الحل. ايه هو؟ أكيد يا أخوانا هريسة قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانة شجرة الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبة والله كلامك أحلى من لقمة القاضي يا سيد هضبة. يا سلام كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجالة نراقب اللمبي دوت على طراطيف إيدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغاية ما نعرف مكان الكنز فيه وساعتها أخده لوحدي. ايه قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركه الله مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز وما رضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجاله. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. انا بقول ايه من الصبح على هريسه نتصنت عليه وهو بيقول سر الكنز للنبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. هيا نبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي لمبي. ايوه قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزمنيش وما تستغلش الفرصة. اديني ودني. اديك ودني؟ اديني ودني. اه ودني ايه؟ ايوه
يلا بقى. يا بنت ما تخافيش من خبيث. يا بنت ممكن يأذيني؟ ما تأذيني. هيأذيكي ايه هو تعبان ده؟ رجليه اترفعت فوق. دي علامة مكان الكنز. كنز؟ اه. اهو انزل انزل يا جدو. انزل في امان الله. تعالي بقى. يقول لك ده كربط ده. فين انا؟ كنز يا بنت. كنز ايوه. كنز كنز كنز. لا ده هنا الضغط عالي. يلا بينا. يلا عشان نهرب. عندي عندي. يلا يلا بينا. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي. فين الامير تربان؟ الأمير الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت أخرى. قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاف؟ كل سنة وأنت طيب بقى. اتلهف على المائدة مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبودأ؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان، تدفعون الفدية ذهبا. مفتاح كنز عيسى معلم. أما إذا لم تدفعوا فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم حماسة صور وخلاص. الله أنت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير اهو بتاعهم واقف وبديك الحاجات بتقول لك الشعر هياكل وهيشرب وهيتنح بعد ما انت مش كده يا ست السلطانه؟ ايوه اهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما انتم ملتزمين بالكلام ده خلاص احنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي انا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع اي مجاعه في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيذبح لك اي خروف من الوافين دول والناس تاكل بقى وتزعطط بقى كل سنه وانت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم نبيتهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت اتصرف انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك مش خاطر عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يلا. يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 بقى اوف بقى اوف بقى خلينا نركز بقى. ايه اللي دي فيه؟ احنا بنهرب دلوقتي. طب يلا بينا يلا بينا. ما تقعديش تقولي فيه ومن فيه يا حاج. يلا اجري يا بنت. يلا انت النوتة. يلا خلاص استنى هنا استنى استنى استنى. باب الكنز. بص بقى بص بقى زنوتة. ايه زنوتة تاني؟ بص يا زنوتة يا حبيبتي دلوقتي هما هيجوا يخطفوك، انت تعتني العرش وحكومي بالعدل واسترجلي شوية في ال العرش. العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مدارس سنية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب احسن. هما ها هو لمبي. ها لمبي ما تسيبنيش يا لمبي. ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اوعى تعملي وانت بتحكمش اعملي كده. بحبك يا لمبي والله. بص هحطك ده فوقك. يلا خلي بالك من نفسك.